انجي ستاد ريمس الدوري الفرنسي الدرجه الاولى الجوله 28 وين نقولوا بلي انجي وين شاهدنا يعني نبيل بن طالب اللي لعب 73 دقيقه شاهدنا كيفاش دانييل شاهدنا اسماعيل تراوري انزو شاهدنا رومان شاهدنا نبيل بن طالب توماس مارجيني شنا انجيلو ماتيو سوفيان بوفالا محمد علي شو يعني من دخول باستيان دخول ستيفان مارين من جانب انجي شنا ستاد ريمس يعني وين يعني والت فايس في الدفاع جيسلان يونس عبد الحميد ماكسيم بوسي مورينو موريتو ازور ماريشال ايلان كابل اللي لعب 61 دقيقه كذلك شان كيفاش يعني وين نقولوا باللي دخول توماس يعني نقولوا فان يعني اللي دخل في الشوط الثاني شان كيفاش وين كانت رغم ان انجي 60% نسبه استحواذ وين مدرب تاع انجي اللي دخل بخطه 4-2-3-1 شان اوسكار غارسيا المدرب تاع ستاد ريمس اللي دخل بخطه 4-4-2 يعني وين 60% نسبة استحواذ 40% ستاد ريمس 263 تمريرة ستاد ريمس انجي 474 تمريرة لكن بدون جدوى وان شاء الله الهدف فيليبيس يعني اللي سجل الهدف في الشوط الاول في الدقيقة 24 شأن كيفاش دونيس اللي خرج في الشوط الأول كذلك نقص العدد ستاد ريمس يعني ما استغلتهش أنجي في هذه المباراة يعني وين نقولوا بلي اليوم وين ستاد ريمس يعني وين لعب بقوة لعب بكثافة في الوسط في الدفاع يعني وين لعب بربعة بخمسة بخمسة ثلاثة واحد يعني نقولوا باللي اليوم وين ستاد ريمس لعب بعد خروج اللعاب في الدقيقة 34 ببطاقة حمراء شان كيفاش وين تحمل عبء المباراة ولعب على الكرات المرتدة والسريعة يعني في هذه المباراة هذه هي الجولة 28 انجي ستاد ريمس الدوري الفرنسي الدرجة الأولى.